ردود افعالهم، شنو كان احساسكم؟ شعور قتال دفاعا عن الوطن. احنا هذه لازم الرساله توصل للجميع. نعم. لجميع المواطنين اللي كانوا يقولون ان الجيش الكويتي لم يقاتل. الجيش الكويتي قاتل في عده اماكن، قاتل في اللواء 35 وسقط هناك شهداء، قاتل في رئاسة الأركان العامة وسقط الشهيد شيعان عبد الرحمن، وسقط الشهيد كذلك خالد استشهد نعم عبد الكريم الكندري. نعم. عندنا في معسكر المغاوير، وأنا كنت شاهد على دخوله من البوابة بعد قتال شرس في الجسر، معركة الجسر. نعم. يعني هناك كذلك القوة الجوية ما ننساها قاتلت، والدفاع الجوي. هل استطاعت أن الطيران لا أعرف أن الطيران يعني تم قصف المدرج للطيران، يعني باغتوهم في هذه العملية. بعد ما قصفوا المدرج الضباط على شو نقول مهارات عالية، طلعوا من بين الممرات طلعوا وشلعوا وصعدوا فوق ودافعوا. نعم. عن الكويت. نعم. كذلك الدفاع الجوي في جزيرة فيلتشة عندك محمد الهباد. نعم. هذا سوى أمور كثيرة تعجب منها. بعدين بالتالي العراقيين أسقط تقريبا سبع طائرات أثناء الغزو صباح يوم 2/8. سبع طائرات عراقية أسقطها. إيه نعم، محمد الهباد دفاع الجوي في جزيرة فيلتشة هو وإخوانه يعني وزملاء اللي معه. زملاء إيه نعم. على طول يرصدون الطائرة وتلقى الطائرة تنحاش تطلع تروح أجواء ثانية كمضاد طيران هم. إيه نعم، دفاع الجوي اللي كان نعم. اللي كان بالجزيرة فيلتشة. نعم. الجيش الكويتي قاتل، بس مثل ما قلت ما تقدر الغدر 50%. نعم 50% ومفاجئ وليل يعني نعم. إلى أن أسقطت ولا سقطت الكويت. نعم. بجميع معسكراتها.